بدأ العد التنازلي لاستضافة مدينة العالمين الجديدة لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من الثالث وإلى الخامس من سبتمبر عام 2024 بمطار العالمين الدولي. وتشارك بالمعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة من أكبر شركات مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية، عسكرية، موجهة بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي.